الناحية التانية كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي آه للمنتخب الإيراني قال بعد الخسارة من المنتخب الإنجليزي قال إن الخسارة كانت قاسية جدا على لاعبي إيران وقال إن هو هيعالج الأخطاء اللي وقعنا فيها خلال المباراة كيروش كمان قال إن إحنا تعلمنا اليوم من الخسارة وأقدر أقول دلوقتي إن إحنا جاهزين بشكل جيد لمواجهة ويلز وهنظهر بشكل أفضل من الشكل اللي ظهرنا بيه قدام المنتخب الإنجليزي قال كمان يعني بيطلب من اللي مش عايزين يدعموا المنتخب الايراني ان هم ما يحضروش لملعب المباراه. دي تصريحات كروش طبعا معظم تصريحاته في المؤتمر ده انا بقولها لكم باختصار كان فيها غضب شديد جدا.